I think هم قالوا كده، كانوا بيوجهوا كلامهم على الراقصات اللي مش مصريين. بس انا لا، انا بابايا مصري، دمي مصري، شكلي مصري. فلا يعني انا مصرية برضو، انا ايطالية، تربيت بره وكده، بس انا مصرية، الدم والروح وكل حاجة موجودة فيا. فما تحسبش قوي ان انا اجنبية في الرأس، طول ما انا في الرأس الشرقي انا راقصة مصرية. فاي ثينك كان كلامهم موجه للراقصات غير مصريين، كلامهم كان موجه ليهم وانا اتفق معاهم. وانا كان قبل كده كنت قلت في انترفيو معايا، كان من 2018 اتعمل معايا انترفيو، وقلت فيه نفس الكلام بالظبط، الأجانب ما فيش روح، والرأس هو روح، هو إحساس. أرقام ده ممكن أي حد يشتريها عادي، أوكي، أرقام عادي جدا بيشتروها وبيقعدوا يتنافسوا مع بعض عليها. أنا هطلع المليون، طب أنا هشتري 2 مليون زيادة، طب أنا هعمل كذا. خلينا أرقام والسوشيال ميديا، خلينا بعيد عنها. السوشيال ميديا مش حياة، مش حاجات حقيقية، مش موجودة، ده حاجة من خيالنا، احنا بنبنيها وبنوريها للناس، بس مش دي الحقيقة. الحقيقة بقى جمهورك، قد ايه بتتلف في الأفراح لما بتمشي في الشارع. انا عندي جمهور، انا ببقى ماشية في الشارع عادي او سوبر ماركت، انا عندي جمهور من امهات لعريس او عروسة، انا عندي جمهور كبير من الناس دي. انا جمهوري مش مثلا مش تين نيجرز بس، والناس اللي بتبقى ماشية في الشارع الصغيرة وكده، لا، انا جمهوري كلها ناس كبيرة، ما عنديش اطفال.